من لغة لأدركها إلى لغة صوتية مسموعة بقدر الإمكان مفهومة. بس هو مفرق من لغة إلى لغة. طاقة طاقة العقل ذات الطاقة أدرك وجودها فبيعبر عن رجاله. بس عارف إيش حتساوي بلغة مختلفة عشان البلد اللي احنا عايشينها دي حقانة صوتيات محتاجين صوت ما يمشوا بالنظرة ولا يمشوا بالحس ولا بالكومن سنس ولا أصلا في كومن عندهم. هم عندهم إحساس كده ذاتي بنفسهم كل واحد فيهم كده أنا ربطي الآلة فانكا. فدي الترجمة من طاقة لطاقة متعبة تماما لهذا العقل لأنه عادش هنسوي لغة مختلفة تماما عن لغة الصوتيات. مش هنسوي في حاجة حصلت في السمع عندي فأثر على لغة السمع ما حقيقة. الذبذبات تجيني تخبط في الدماغ والعظام والجمجمة وكل حاجة كل حاجة تدخلني. أنا عارفة إنه في حاجة بتدخل بس غير مفهوم غير إنه إزعاج إنه مؤلم. فاهم كيف؟ ناو الناس اللي بتوشوش بقى أحبهم طبعا بس ما فهم ولا كلمة قالوها فلازم أوصل. فهو كده هو ده ما في غير انه يعلو الصوت لدرجة انه الباب يتهز. اني احط ورقة كرتونة ما بين عقب الباب والفتحة علشان السماعات بتحرك خشب الدبابات حقتها ساوند سيستم. طبعا هذا اسمه عنف خارجي بصف يده ليقتلني وأما أنا باسط يدي ليقتله. كيف 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 أقدر أدافع عن موقف زي كده ولا فين أروح في موقف زي كده ولا إيش أسوي في موقف زي كده؟ زي حكون سوريا واليمن والعراق وفلسطين وكل الناس اللي بتنزل عليهم طيارات لا مرئية لا ما اسمه ولا شيء جاي كده درون حتى ما في جوا بني آدم لا كله بالجبن جبان إنه الجبن بمكان إنه هما قاعدين في الداهية في البنتاغون اللي هما قاعدين فيها اللي هو halfway through the world and they're just bombing the shit out of the other half. عارف كيف؟ حتى كمان بطلوا يحطوا طيارين يعني فاهم؟ والناس بتموت. فهو لا يقدر يدافع عن نفسه ولا يقدر يهرب لأنه فين حيروح الحقود؟ سوريا خلاص بخ لها 7 سنين يعني بخ حيروحوا فين؟
البلاء اللي انا النقطه اللي انتقلت منها، هذه الدائره حقتي قفلت هنا خلاص. عاد اللي جاي ده ما يعرفه غير صاحبه صاحب الليله عادي، صحيح تمام. بس يعني عادي التعبير عن الموقف، في ضغط وانفجار سوف يحدث من هذا الغضب الداخلي في الكتله المتحدثه. التراكمات بتاعت السنين حتطلع على دين ابو احد، مظلوم يستحقه اي لا. الاحساس بالانفجار يعني it's on the surface, it's a matter of time, I could feel it. الله يحفظنا بس ما كنا اذي احد، لانه الله لا يورينا غضبه. I have anger and I'm capable of harming physical, emotional and linguistic. فاتقي الحليمة إذا غضب. أبونا كان يقول اتقي الشر من اقترب من الأرض. وي حد لين هنا، ويعني حتى رسول الله يعني منزعج منكم من سكنته يعني أقلقت مضجعي، ما هو قادر يصلي على النبي، ما هو قادر يستغفر. يقول لك صلي عليهم واستغفر فإن صلاتك سكن لهم. إذا كيف يصلي علينا عشان نسكن وإحنا جايبين له دوشة لين بيته قاعدين؟ تمام. تجارة، أيوة تجارة قريش لفت 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 لفت، والحكاية حكاية هي الأرض والذي مدفون في الأرض، وإذا صاحب الأرض ولا الإيش، فهو إني جاعل في الأرض خليفة في دي في الأرض مش عليها، يعني في ناس تحت الأرض وفوق الأرض. واحد عوالم هذه خليفة عليهم العالمين فوق واللي تحت في الأرض خليفة خلاص. وين الخليفة؟ خليفة الله أن يمثله ثلاثي الأبعاد، نفخ فيه من روحه يمثلها في الأرض هذه، صحيح تمام. عاد لو أبغى أحد يرفع إيده أنا بسأل أين محمد؟ أئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ أنا هذا التساؤل، محمد فين فيكم عشان أنا مجبورة أتبع؟ وإرفع يده محمد. بسطت يدي لأقتلك ما أنا باسط يدي لأقتلك، بسطت يدك لتقتلني ما أنا باسط يدي لأقتلك. يعني المرأة يعني الأنثى يعني سبحان الله تمام، عندها لسان تمام تمام تمام. استخدمته أخت موسى لما راحت قالت لهم ألا أدلكم على مرضعة، واستخدمته بنت الشيخ لما جاء قال أسقي لكم، قالت له كذا، وراحت قالت لأبوها القوي الأمين. الستات على فكرة موجودين في البلد، الأنثى دي موجودة في الدنيا مخلوقة علشان تقول تتحدث تعبر عن النعمة. وأما بنعمة ربك فحدث، داخل كل رجل أنثى مقموعة هو ذا قهر الرجال تمام. عندما يقهر الرجل أو المرأة الأنثى يعني داخل الرجل، هي دا المصائب السوداء كلها اللي احنا عايشينها خلاص. كيف يعني المرأة داخل الرجل؟ أنا أقول قبل البلوغ، قبل البلوغ كلنا كده كأطفال ذكر وأنثى كلنا كده بنتحرك بنور الله ملائكة، ما في ولا شيء.
لنا انثى ولنا ذكر، احنا عندنا اعضاء بس، هذه ما لها دعوه خالص لا في البرمجه ولا في التربيه ولا شيء، عباره عن انك انت بس ايش بتلبس من الحراره والشمس، بتحتمي من الحراره والشمس والبروده والمطر ومدري صح، انك انت بتاكل، انت بتحافظ صحيح تمام، انك بتنام، هذه كلها الرعايه خلاص، الام والاب، فاهم كيف تمام. برمجه قبل البلوغ على الذكر والانثى، وقمع الانثى داخل الانثى، وقمع الذكر داخل، وقمع الانثى داخل الذكر، هذا يعني مصائب الدنيا، هي دي، هو دي النتيجة اللي احنا شايفينها قدامنا للفعل ده. أنثى يعني ايه؟ يعني عندها 2 اكس، واحدة من امها واحدة من ابوها. ابوها يعني ايه؟ ما نعرف. أنثى الاب وأنثى الام جوا مع بعض، تلقوا عملوا ضفيرة، كونوا كده زي ما تقولي حال، كونوا اسم، كونوا اللي كونوه. المهم المضغة دي، العلقة، الحاجة دي من 2 ناس، هذه الأنثى تمام. الذكر أيوة، أنثى الأم إكس واي، الواي دي جوتها أنثى الأب وذكري، هذه ما موجودة عند الستات، ما عندهم ذكر خلاص، لكن في ذكر جاها في الموية، جاها من أنثى الأب اللي جاتها كونت في ضفيرتها، جاتها في التربية بالبرمجة. الذكور اللي حوالينا، القدوة الحسنة اللي حوالينا من الذكور، برمجوا العقل من الصور على العلاقة بين الذكر والأنثى، فانتهى موضوعها خلاص تمام. فإن كان خيرا فمن الله، وإن كان غير ذلك فمن أنفسكم تمام، لأن الله كله خير، نزل من الله خير خلاص. ففي الأصل خلقه في أحسن تقويم تمام، اتولد من هنا أمانة حتى يبلغ، فتعدي على الطفل ذكر أو أنثى بالعنف قبل البلوغ عبارة عن قمع الأنثى، عبارة عن بسطت يدك لتقتلني، عبارة عن وقت. إذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت خلاص، عبارة عن كفر بالنعمة. في حاجتين في دي، إما شكورة وإما كفورة. الشكور اللي هو يقول لك كل ما يجيله خبر يقوم يسجد لله شكرا للخبر الحلو، للنعمة اللي جاته، للحس اللي وصله إلى اسمك كده، الشكر لله، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت تحت تالية علي وعلى والدي على التالتة، وأن أعمل عملا صالحا ترضى خلاص. العمل الصالح ده إنه حاجة واحدة، إدراك تماما، العقل يدرك تماما العمل الصالح الذي ليس فيه شيء من شبهة الحرام يا لطيف. العمل الصالح اللي هو الله طيب لا يقبل إلا الطيب. العمل الصالح اللي هو أنت شايف جسدك بيتحرك، يبقى هو ده العمل الصالح. لكن أنت تقوم جسدك علشان فكرة جاتك، أنا ما عمل صالح.
حاجة ما حقتك العمل الصالح. بدون الواحد كعقل يعني يمشي ورا شوية أفكار وبرمجة كلها يعني رجس من عمل الشيطان. خلاص، فلما يجي يقول لك ليذهب عنكم الرجس آل البيت ويطهركم تطهيرا، خلاص ليذهب عنكم الرجس في حد ذاتها انه ما في رجس. ليذهب فعل مضارع مستمر، عنكم الرجس يعني كان حاجة في رجس وذهبت باستمرار بتذهب. خلاص، يبقى ايش اللي بيحصل للمش مشتحن؟ وليطهركم تطهيرا. فلازم تنعصري، لازم تنعصري من كمية الطاقة اللي دخلتك، فهو ده التطهير. خلاص، يبقى قدر الله ما شاء فعل وكل حاجة حلوة. إدراك المشهد يلولو والحمد لله على عافية.